السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا رؤوف. الله يسلمك. تعالي عايزك. خير؟ هما البنات هنا؟ اه في اوضتهم. لا يبقى مش هينفع هنا. تعالي جوه في الأوضة أحسن. طيب. الحقي. بابا بيقول لماما عاوزك في حاجة سر. يا بنتي بطلي العادة السيئة دي، بطلي تتصمتي. تفتكري ايه؟ مش عايزة افتكر. ولا كان باين عليها حاجة خالص البنت صباح دي. سيبك من صباح وبلاويها، خلينا في المفيد. تعرفي بهلول؟ الأستاذ بهلول المحامي؟ طبعا عارفاه، ابن زكية. ايه رأيك فيه؟ شاب طموح متعلم وليه شخصيته ومرتاح ماديا. ادي انت جبتي المفيد. يعني ينفع يبقى عريس لأمينة؟ ده يبقى عريس ممتاز. طيب يا ستة، هو جالي النهاردة الوحدة علشان يتكلم عن أمينة. بجد؟ يعني أنت موافقة؟ طبعا موافقة. هو أنا حلاقي الأمينة بنتي عريس أحسن من كده؟ بس طبعا لازم ناخد رأيها. أكيد هتوافق، أمينة عاقلة وبتبص لمصلحتها كويس. برضو لازم ناخد رأيها، لأنه منتظر يعرف رأي إيه. امال انت قلت له ايه لما جالك العياده؟ لا، ما انا اتقلت عليه، قلت له الكلام ده ما ينفعش في الاماكن اللي زي دي. برافو، كويس انك عملت كده. احنا كمان بنتنا عروسه يجري وراها العرسان وهي تقف تختار ما بينهم وتحتار. صباح، ازاي؟ ازيك يا ابله امينه؟ تعالي. هي القهوه اتحرقت ازاي؟ طافيه، مسكت في البوس ولعت. طب وانت هتعيشي ازاي من غير قهوه؟ لا، ما الحمد لله اتبنت كده على طول. ازاي؟ سهام من بعد جاب البنا وجاب طوب احمر وبناهالي ودفع كل حاجه من كفه شقه على حسين. همام ابو حامد هو اللي بناها وكمان بالطوب الاحمر؟ ايوه والله يا ابله امينه، ودفع كافه شيء. والنبي الراجل ده جدع قوي، غير جده خالص. ده كمان الشيخ حسنين نزل الترعه في عز البرد وقعد ينول الناس الميه، ينول الناس الميه لحد ما طفاها. بس يلا شطارتك بقى عشان تجس نبضها. فورا هعمل كده. بقول لك ايه؟ انا عايزاك تشغل البت رقيفه، يعني علشان ايه؟ اخد راحتي مع امينه في الكلام. رقيفه لسه صغيره، مش لازم تسمع الكلام ده دلوقتي. بس كده ابعتها لي. حاضر يا ابو العروسه. ايه يا روري يا امراي، بتعملي ايه؟ ولا حاجه، ملل. قوليلي ايه الحاجه السر اللي بابا كان عايزك فيها؟ اه يا قروبه، سمعتيه؟ بس ما عرفتش. ها بقى، هو كان بيقول لك ايه؟ طب خشي له وهو هيقول لك. مستنيكي جوه، يلا. كنت عاوزني يا بابا؟ تعالي يا حبيبتي اقعدي جنبي. طيب. طب اقفلي الباب الاول. حاضر. ايه بقى يا حبيبي؟ ها؟ ايه ها؟ قولي قولي. متواضع قوي 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 بقى الشيخ حسنين ده، ده وقف مع البنا بنفسه وبقى يرصد الطوب ويقلب في المونه. الشيخ حسنين اخو همام؟ الشيخ حسنين ده بيقولوا معاه شهاده كبيره قوي، بس متدين جدع قوي. الشيخ حسنين شويه كده. ايه يا ماما؟ بتكلم مع صباح؟ وانا قلت لك ما تتكلمش مع حد. المناخوليا دي، هو محدش بقى طايق نفسه في البلد دي اللي كده. عاملة ايه بقى يا حلوة في اللغة العربية؟ أنا ممتازة، دايما بطلع الأولى على الفصل. حلو قوي، اتفضلي بقى قري له الجورنال عشان عينيا مزغللة ومش عارفة أقرأ. هو ده الموضوع اللي حضرتك كنت عايزني فيه؟ ما تخلي أمينة. لا، أنا ما بثقش غير فيكي عشان تقري له الجورنال. حاضر. بس بقولك ايه، كله ها؟ كلمة كلمة وعلى مهلك. مش عارفة يا ماما، أنا مش موافقة. وليه بقى مش موافقة؟ فهميني.
ابدا يا ماما، ما بفكرش في موضوع الجواز ده دلوقتي. ازاي بقى؟ هو فيه بنت ما بتفكرش في الجواز؟ وبعدين انا وابوكي شايفين ان هو عريس كويس. لا مش عارفه، اسمه صعب قوي. انا اتجوز واحد اسمه بهلول؟ يا بنتي يا حبيبتي، الانسان ما بيتقاس باسمه، بيتقاس بشخصيته ومكانته في المجتمع اللي هو عايش فيه. بس برضو اسمه بهلول، في حد في الدنيا اسمه بهلول؟ على فكره انت بتتدلعي، انا هروح اقول لابوك انك موافقه. لا استني، ما تقولوش على حاجه دلوقتي. ازاي بقى؟ ما هو اكيد هيسالني عن ردك. خلاص قولي له هفكر. جلال، يبقى انت الحرامي يا قليل الادب. المجلس المحلي العام للاقباط الارثوذكس وانتخاباته الاخيره. اما وقد تمت الانتخابات للمجلس في العام للاقباط الارثوذكس في جو من السلام والنظام. خلاص يا رورو، خلاص يا حبيبتي كفايه كده. ايه يا بابا، الجورنال لسه فاضل فيه كتير. معلش يا حبيبتي كفايه كده، اصلي عايز انام. طيب بعد اذنكم. اتفضلي يا حبيبتي. تعالى بقى احكي لك. عايز ايه يا جلال؟ كنت عاوز اقول لك حاجه. انت ما تعرفش ان علي قايل عليا؟ ما ينفعش اتكلم مع حد غيره، ولو عارف ان انا بتكلم معاك هيزعل مني. بس انا اتكلمت معاكي قبله وكنت عاوزك قبله. بس هو قال لاهله وانت ما قلتش لاهله. انا مش عايزه مشاكل يا جلال، انا عايزه بيت اتستت فيه من غير مشاكل. هكلمه بس اخلص التجنيد بتاعي واكلمهم على طول. ما عادش ينفع، انا خلاص انا وعلي في حكم المخطوبين دلوقتي. طيب بقى امسكي دي. ايه دي؟ هديه، والنبي قبل الهديه. ودي بمناسبه ايه؟ اعتبرها تذكار مني، واوعدك انا مش هتكلم تاني في الموضوع ده احتراما لعلي. لا وانا ما اقدرش اخد حاجه منك، وبديها بقى للي هتتجوزها. لا هتاخديها. خد هنا، تعال هنا يا جدعان، تاخد الحاجه بتاعتك انت.